100 مرة صرت قايل لك عم تصرفي مثل البارود، لا تعلتي اياها. ما حتكوني مثلها، انت بتعرفي احساس اللي بيخسر حبيبه؟ ميرا؟ انت شكلك مليتي هون؟ متأكدة من هالشي؟ ودروف لساته نايم، ما فينا نفيقه هلأ. هلأ هيك كنت عم فكر انه ليش مثلاً ما بعلمك الطبخات تبع عائلتنا؟ ماشي، بس مو هلأ شتابدي. أول شي لازم أهتم بدروف. إيه صح، لازم ندير بالنا عليه بالأول. ماشي، بس بعلمك بعدها. موضوع التياب كان كتير فاشل، بس فكرة الطبخ أكيد رح تنفع. بتمنى. طيب من وين رح جيب تياب؟ شتابدي؟ لو سمحت رود روح. ليكي أنا ما بدي أحكي معك هلأ، بترجاك روح. أنا أصلاً رجعت لهون لأهتم بس بدروف، وبس يطيب رح أمشي من هون فوراً، لهيك بس روح. ايه ميرا، بس رودرا بترجاك. شو؟ شو عم تخبصي؟ ضيعتي عقلك؟ اكيد ما لبست تياب بارو. لساتا لابستهم من مبارح، وأنا رجعت له فستان بارو لرودرا. يعني خطتك هي فاشلة يا حماتي. ليكي لا تقللي أدب معي. هاي شبكون عم تعلقوا ببعض؟ بدل الخناق فكروا بعقلكم. ليش ما بتقول هالحكي لحماتي؟ دائماً بتعمل خطط وبتفشل، وبعدين أنا خطرت لي فكرة الطبخ. فكرة الطبخ رح تكون ناجحة أكيد. هالحكي مو مهم، فكروا معي شو لازم نساوي بشناتي ميرا. برأيكم لازم نرجعون على غرفتها؟ شو عم تحكي أنت؟ هيك راحة؟ رودرا انت هون حبيبي، عن جد انت محظوظ كتير، اجيت وقت لقينا شنتيها لميرا. ايه كنا هلا عم نفكر نرجع لها اياهم، لانه هي اكيد بتكون مزعوجه مشانهم. ايه مسكينه. انتوا لقيتها رح تضلوا عم تكذبوا، ولأي مستوى حتنزلوا؟ سرقتوا غراض البنت ولبستوها ثياب مرتي، شو عم تحاولوا تعملوا؟ هي آخر مرة، لا عاد تتدخلوا بحياتي أبدا. راح وأخذ معه كل الخطط تبعنا بالشنتاية. ضروري نعمل شي حماتي. ما تنسوا هو مين، كل ما حاولنا نقربه زيادة منا هو رح يهرب أكتر. ضروري نفكر بطريقة مختلفة تناسب هذا الوضع. رودرا فهمني شو بد. هدول شنتيكي.
بس هنن قالوا لي انه شناتي تبعي انسرقوا. كانوا مع سمير. شكرا. ميرا، لو سمحت روح. ليكي ميرا، رودرا فهمني، انا ما بدي احكي معك، خلص روح. بترجاكي مره واحده بس، اذا رح ترجع تلعب لعبه التقطقه معي مره تانيه انا ما رح اهتم. يلا روح. طبعا انت ما بترد على اي حدا، خلص انا رح روح. ميرا، ليك عمي، هاي الكاميرا تبعت ميرا، لقيتها كانت محطوطة بغرفة ماما وبابا. اعطيني. ذكرى زواج سعيدة، ذكرى زواجك مني يا حبيبي، وقفتك جنبي بكل وقت، وحبك إلي اللي ما بينتهي. هاي إلك. شو في؟ شكلي أنا اللي لازم عايدك. على القليل تذكرتي إنه نحن كملنا 12 سنة. لا تحكي هيك، يعني كيف أنا فيني أنسى هيك مناسبة؟ بس بسبب القصص اللي عم تصير بهالبيت راح الموعد عن بالي تماماً. أنا آسفة كتير. وأنا عم بقول كيف بوقت عم بتصير في كل هالقصص تقدري تتذكري تاريخ سخيف مثل هذا؟ لحظة، ما عليه أختي، لا تبكي من شاني، خلص كل شي بيتصلح. ايه بس كيف فيني انسى هيك يوم مهم كتير؟ وين المشكلة ميتالي؟ عادي بتصير، بالوقت اللي بنكون مضغوطين فيه بننسى كتير. تعرفي انه مرة نسيت عيد ميلادي؟ ما تخافي اختي، عندي الحل المناسب، ورح يكون مميز كتير. لا حماتي عندها طلبية مخلل ولازم حضرها. شبكي انتي؟ طلبية لبعد بكرة، انتي تركيها علي ورح رتب الوضع كله، انا رح زبط القصة. قولي لي منيح هيك؟ يلا روحي هلا. شو صار لك حبيبي؟ قوم جلس قعدتك حبيبي. دروف شو في؟ حضرتك وين كنت كل هالوقت؟ كنت بغرفتك. بغرفتي أنا؟ لا قصدي كنت وبعدين رحت على المطبخ. وشو كنت عم تساوي هنيك؟ ولا شي، كنت جاية لهون. ليش تأخرت كل هالقد؟ دروف كان عم يسأل، حدا منا لازم يضل معه كل الوقت، ما بيصير هيك، ومنيح إنه أنا سمعته وإلا. إيه أنا على كل حال، خلص أنا اليوم رح نام بغرفتي. أنا خلص ما بقى بدي خليك قلقان طول الوقت بسبب قصصي كلها. ليك أنا. وأنتي؟ أنتي رايحة على غرفتك هلا؟ لكان لوين بدي روح؟ لا أنا ما قصدي، ما قصدي شي. هاي مرة تانية رجعت على التقطقة أو الكلام اللي ما له أي معنى. أنا ما بتقطق، أنا بحكي هيك. أنتي رايحة على غرفتك؟ لأنه رايحة على غرفتك مو هيك؟
لأنه رايحة على غرفتك مو هيك؟ لا، أنا رايحة على القمر مشان أتمشى. شغلي الفيديو؟ أنا آسف على كل شيء صار. أنا قصدي إنه غلطت معك، ولهيك لازم أعتذر. ما كان قصدي، سامحيني. أنا آسف، سامحيني، ما قصدت. آسف بهي الطريقة؟ واللبكة والتقطقة اللي بيحكي فيها لما بيشوفني بالعادة؟ طيب ليش عم يعمل هيك؟ يلا دروف حبيبي، رح اطيب عن قريب، ماشي؟ دروف، يلا طيب بسرعة إذا بتريد، المدرسة بدونك كتير كتير بتملل. أنا رح روح جيب لك حليب سخن، ماشي؟ إيه صحيح ميرا، سامحتي يا عمورو دراما بعد ما اعتذر منك. حرام، بيستاهل تسامحي، ما هيك؟ وأنت كيف عرفتي؟ أنا بعرف كل شيء. تعرف دروف؟ عمي رودرا سجل فيديو لميرا ليخبرها إنه هو آسف كتير. إيه، بس للأسف الفيديو ما طلع هو فيه، أصلاً هو ما بيعرف كيف يصور فيديو. صح حبيبي، أنت منيح؟ خلص بكفي ضحك هلأ. تعرفي شو يا ميرا؟ مرة من المرات خالته بارفاتي زعلت كتير وعصبت من عمو رودرا، وهو ضل يعتذر منها، بس ما قبلت اعتذاره وقالت إنها ما رح تسامحه أبداً لحتى يجيب لها شي حلو ومميز. إيه، خالي ميتالي قالت إنه ماما طلبت منه أساور مشان تسامحه وتقبل اعتذاره، وما كانت رح تسامحه لحتى يجيبهم أساور زهرية، وبعدين جاب لي إياهم سامحته ساعتها. شو؟ جاب لها أساور زهرية؟ رودرا متأكدة؟ وإنتي كمان طلبي منه شي، رح يجيب لك كل شي بدك إياه. بس أنا ما عندي حق لأطلب منه. كويال، هاي رجعتك من المدرسة، غسلي وبدلي، يلا روحي. دروف، ارتاح لبين ما تخلص، نام شوي، أنا لازم شوف ميتالي. إيه الأسود، الأسود أسود كتير بيلبي عليك. كتي على الأسود قال. لا ميرا، ما فيني ألبس هيك تياب، ولا مرة شلت الغطاء عن رأسي أصلاً، ما فيني أعمل هيك أبداً. يلا أختي لا تخافي، رح تطلعي بتجنني. لا ميرا، ما فيني ألبس هيك. طيب بتلبسي الفستان بعدين، خلينا نعمل لك شعرك بالأول. يلا قعدي هون. قعدي قعدي لك. بس شعري منيح، ليش بدك تعمليه؟ تركي هالقصص علي، أنا رح أعمل كل شيء. بعدك ساويكي مثل سندريلا، وأميرك رح يطير عقله بجمالك بس يشوفك. الموبايل، شوفي مين عم يتصل. الاتصال بيتأجل، أول شيء أختي هلأ. يا مجنونة، شو رح تعملي فيني؟ روقي شوي،
شعرك كتير حلو. وصلنا للمرحلة الثانية وهي لبس الفستان، ماشي؟ كويال حبيبتي ساعديني إذا بتريدي، جيبي لي الكندرة لبين ما لبسها الفستان، اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بسرعة. ايه استني، وين رايحة بهالسرعة؟ عاملة سباق مع حالك يعني؟ لا أبداً يا ستي، أنا كنت رايحة لجيب الكندرة السوداء. كندرة؟ إلك أنتي يعني؟ لا ستي أكيد مو إلي، بدي أجيبها لميرة لأنه هي هلأ حابة تعمل موعد لميتالي ونحن عم نساعدها لتجهز حالها. موعد؟ موعد شو هاد؟ خلص يا ستي، ما أنه موعد عادي، هذا موعد غرامي مثل المواعيد الحلوة اللي بالأفلام. بس يا ستي هيك رح تخليني اتأخر عليهم، أنا رايحة باي. هالخبيثة بتتدخل فينا مثل بارفاتي تماماً، تمادت عن حدها. طيب إذا كنتي طلعت هذا المشوار مين حيحضر المخلل؟ بس أنا بعرف منيح شو لازم أعمل، ببساطة رح خرب هالذكرى عليها وخليها تتذكر هاليوم طول حياتها وعمرها. سامرات إذا بتريد تعمل معي ما في وقت كتير. شو عم تعملي؟ مو أنا، أنتوا عندكم شي لازم تعملوا. شو؟ ميرا؟ أنا ضروري أحكي معك. ميرا بس أنا مو شايفني مشغولة؟ خلص بعدين منحكي بعدين. قوليلي شوفي، طلع حواليك. شو؟ عيد زواج سعيد. وانت بخير. وانت بخير، عيد زواج سعيد لإلنا. حلوة هاد ميرا، هي طالعة حلوة. عم احكي معك. شو؟ كنت عم حاول حاكيكي من امبارح وانتي. عن جد؟ صار الموضوع مهم هلا؟ ما تمثلي، شفت الفيديو؟ شفته. شو؟ 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 يعني ما حتسامحيني؟ تعلم كيف بيعتذروا بالاول. تركني روح. رودرا شو بدك؟ بدي تسامحيني. بتعرف شو؟ انت ما عم تعتذر وقت عم تطلب مني اني سامحك، وما بظن هالاعتذار طالع من قلبك. لو كنت عن جد آسف كنت اجيت بكل بساطة واعتذرت قدامي وعينك بعيني، وقتها بس ممكن اقبل. رح اقلك شغلة، ما تعتذر لمجرد انك تعتذر، مو اكتر. مثل ما بدك، رح واقف قدامك واطلب انا آسف، آسف لاني فهمتك غلط من الاول، وفهمت انك عم تحاولي تاخدي مكان بارو مرتي. بس شو فيني اعمل؟ يلي عم تعمليه مع سامرات ومرته ميتالي هو نفسه تماما يلي عملته بارو. شفتي؟ حكيت كتير، أنا آسف،
ليلي شو أعمل حتى تسامحيني فورا؟ قولي، بعمل كل يلي بتطلبي، قولي. ترك إيدي. ها؟ يلا تركها. وهلأ في شي بتقدر تساوي لي إياه إذا حابب سامحك على اللي عملته. ما بدي إياك تعتبرني مجرد وحدة شبيهة للمرحومة مرتك. خليني كمان. خبرني 3 صفات بالأول من صفات شخصيتي أنا، مو هي. 3 صفات عني أنا، مو بارو. إذا قلت لي إياهن وقتها ممكن إني سامحك على الأكيد. شو ليش ما عم تاكل؟ ما قدران. يعني كيف بدك يعني اقدر شيل عيوني عني؟ بتعرفي شي؟ الحق عليكي انتي، لانك عن جد طالعه كتير حلوه اليوم. وبعدين انا ما بعرف اكل بالشوكه والسكين. اعترف لك بشي؟ ولا انا كمان. معانو هالأكل صيني، بس إذا بناكل معه مخلل بيطلع شغلة كتير طيبة. تفضل ليكو. ماما؟ يا عيني، عاش على ضوء الشموع وشوكة وسكين. لك أنت من إمتى تزوجت هالأجنبية؟ وكنتي وين راحت؟ محماتي أنا. هاي انت يا ملعونة وانا مو حاسة. فاجأتيني، من امتى بتلبسي هيك؟ صح، بالمناسبة دخلي حضرتي المخلل لبكرة؟ فكرت انه مانك مضطرة عليهم هلأ. عن جد؟ ماما خلصنا بقى. تأمر، بس قبل كل شي لازم تعرف منيح انه الكنة المنيحة والمرضية ما بتعمل هيك. بدل ما تساعدني قاعدة عم تتعشى معاك؟ يا ماما. لا 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 معلش، خدوا راحتكم. مبسوطة بهالوضع؟ بس لا تنسي شغلة، لحتى تحتفلي لازم على القليلة تكوني جايبتي لك ولد يحمل اسم العيلة. مبسوطين بهالحالة وانتو عم تضحكوا على حالكم؟ مو شاطرين غير بالفزدكة والعلاك العمى. لهون وبس. انتي جنيتي يعني ولا شو؟ انتي خدامة هون، ما بحق لك تدخلي فيهم. هي اسمها أمور شخصية وانتي مالك علاقة بهالأمور. اسكتي، ماني خدامة بهالبيت أنا يا فهمانة، فهمتي؟ مو مزبوط اللي سمعتيه من شتابدي، وهذا كله حكي كذب، بس انتي وحدة غبية. أنا كبيرة هذا البيت والسيدة هون، وسامرات بكون ابني. أما هاي اللي شايفتيها عم تقلدك ولابسة مثلي، هالمرة بتكون كنتي، فهمتي؟ لهيك هالحكي اللي قلتيه بتقوليه لحالك، والأمور اللي بتصير بيناتنا هون بالبيت ما دخلك انتي فيها. عكل حال، حتى لو اتدخلتي ما بتفرق. مفكرة رح يتغير شي بالمستقبل؟ لك انتي ما في شي رح يغيرك. ما كنتي تفهمي بقى انك وحدة مثل قلتك بالعيلة، لكن انتي ما بتجيبي ولد. خلاص بقى بكفي. مو بس لانه ما جابت لك حفيد هذا بيسمح لك تحكيها هيك. طرشة؟ ما سمعتي شو كنت عم قول؟ مو شغلك، ما لك علاقة بامور عيلتنا. لا، ما رح اسكت ابدا وبدي احكي، لانه هي ما غلطت بشي. إذا حبت تحتفل مع زوجها بهالمناسبة فشو مشكلتك معه؟ آه مزبوط، مشان المخلل. مو بدك ياهم بكرة؟ معناها بتجي بكرة، يعني استني لوقتهم. ميرا بترجاكي لا تتدخل. شو؟ شفتي؟
حتى من بعد ما سمعت إهانتك ما قبلت ارفع صوتي عليكي. هاد لأنه يا فهمانة هي بتعرف حالها أنه غلطانة ومو حابة تطلع قدامك بالخجلة. بعدين أنتي من حضرتك لحتى تتدخلي وتدافعي عنها؟ أختها هي مثل أختي الكبيرة، وبما أني بشوف حالي أختها الصغيرة سمحت لحالي أتدخل ودافع عنها. معقول؟ عن جد؟ سمعتي؟ انتي بهالبيت مجرد ضيفة، سمعتي؟ لهيك خليكي بحالك، لا تعلميني كيف اتصرف. عن جد؟ بصراحة أنا شايفة إنه لازمك حدا يعلمك كيف تتصرف منيح، لأنه الوحدة اللي بتعمل حالها خدامة كرمال المصاري ما أنا ست البيت. انتبهي لحكيك، أنا الكل بهالبيت بيحسب لي حساب. حساب؟ عن جد؟ إذا أصغر حدا بالعيلة بيعرف إنك عملتي حالك خدامة البيت وكله كرمال كم قرش بس. حساب مزبوط. إيه ولي وقحة، أنا ورجيكي. بس يا رودرا، أنا بس حابة أقول لك شي بخصوص الشغلات اللي عم تفكر فيها وتدور براسك. هاي البنت أبداً مو بارفاتي. بارفاتي ماتت وما عاد ممكن ترجع. هاي البنت أبداً مو من تيبنا وجاي من بلد بعيد وعيد. بارف. كل هالحكي أنا بعرفه منيح، بس أنتي لازم تعرفي إنه أنا مستحيل اسمح لهالمشاكل تصير ببيتي. أنا عن جد كتير آسفة، أنا ما كنت عرفانة هيك رح يصير. ولا يهمك، الحق مو عليك أبداً. أخي سمرات؟ نعم. أنا برأيي تاخدها وتروح وتتعشى برا. وأنا هيك عم بقول. بس بدك تنتبه، مثل مو شايف هي اليوم طالعة كتير حلوة، يعني ممكن تجذب الكل. يلا. أنت منيحة؟ ايه منيحة، بس ميتالي هي المو منيحة ابدا، وضعها تعبان كتير. هنن عم يتألموا لحد هلا لانه ما جابوا اولاد. طيب ما زالوا متضايقين من القصة كل هالقد، ليش ما بيتبنوا ولد لكان؟ ما زبطت معهم، مو هين السبب. مو معقولة هالمخلوقة، لك ما في شي حدا يرجع لها عقلها؟ شو؟ لتكون عم تستناني لأتشكرك لأنه أنقذتني؟ قصدي أكيد ما كنت متوقعة أني رح خليها تمد إيدها علي مثلاً. لتكون مفكرني بنت سهلة يعني، لو ضربتني على فكرة كانت كتير رح تندم. غلطانة، أنا ما حميتك أنتي، أنا كنت عم حاول أحميها هي، لأن بهذا العمر كانت رح تكسر إيدها. أنت هلأ أكيد عم تمزح مو هيك؟ يا ويلي أنت عم تنكت، شي حلو. انت عن جد بنت قوية. ما في اي داعي اني احميكي، انت فيك تحلي كل مشاكلي ومانك بحاجة حدا لانك ذكية. هذا اعتبره اطراء؟ لا ابدا، انا عم احكي صفاتي. أعطيني ثلاث صفات بشخصيتي أنا،
أنا وبس. بس هي لا لا لا، يلا احكي لي كل شيء، أنا بدي أعرف. احكي لي شو بيصير بعد ما تنام الأميرة ويناموا كل العالم اللي بالقصر. إذا بتريدي يا أميرة كملي لي القصة. يلا أميرة، أنا بدي أعرف كمان، أنا مرضان لهيك لازم تكملي لي القصة مشان طيب وارتاح. طيب ماشي رح أكمل. ومثل ما بتعرفوا الأميرة بتكون نايمة. يا حذركن شو رح يصير؟ بعدين بيجي الأمير لعندها منشان يفيقها. مزبوط، بيجي الأمير وبيحاول يفيقها من النوم، بس الأميرة بتكون معصبة لأنه ما كان بدها تنام كل هالفترة، بس هو ما فيقها وتركها. وبدال ما يراضيها صاروا الأمير والأميرة يتخانقوا ويتجادلوا مع بعضهم. وبعدين الأمير قال للأميرة: اسمعي، إذا بتضلي هيك بزعل، خلص بطلت أخذك معي على الحصان. بس شو قالت له هي؟ طيب ماشي، آخر طلب، بدي تنزل عن الحصان شوي. قام قال للأمير: نعم مستحيل، ما رح انزل، باي. وبعدين تركها وراح. بس مع هيك الأميرة ركبت على حصانها ويا حذركن شو عملت؟ دك 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 دك. وبعدين قررت تسافر حول العالم لتشوف أماكن جديدة وتشوف ناس جداد وتدوق أكلات جديدة، وتوتة توتة خلصت الحتوتة وعاشت بسعادة. يلا هلأ أتأخر الوقت كتير، يلا. بس يا أميرة أنا ما عجبتني هالقصة، ليش هيك صار؟ ليش ضلت الأميرة لحالها بالآخر؟ ما بيصير تضل الأميرة لحالها بدون الأمير. بس أحياناً الأميرة بتضل لحالها. ما بيأثر إذا راح الأمير، هذا مو معناته إنه ما بقى فيها تكون مبسوطة أو إنه تضل عم تضحك. يلا يا أولاد لازم تنام. باي ميرا. باي باي باي, باي. صباح خير. اوف اوف. اكيد بتكون العروس هلا بسابع نومه بدل ما تفيق قبل جوزها. شاطره بس تنام وتغرق بالاحلام وبتترك جوزة يعمل شاي. هات. سامرات، أنا عم أحكي معك ابني. ليش ما عم تطلع بأمك وهي عم تحكيك وكأنك مطنش الحكي؟ أمي ميتالي بالسوق، راح تجيب الأغراض تبع المخلل، بس ممكن تقعدي شوي؟ ليكي ماما، صح أنا وميتالي ما عنا أولاد وهالشي ما عم تتقبليه، بس نحنا ما بدنا يزعجنا. أنا بعرف إنه بدك ولد يحمل اسمنا، بس نحنا هلأ هذا قدرنا أنا وياها، لهيك ما بدنا نضل نشغل بالنا بهالموضوع. هالشغلة ما لنا إيد فيها، بس لا تزعلي، في غيري بيحافظ على اسمنا، أو أي حدا من هدول الأولاد، مو بس أنا هون. اللي مين؟ دروف ولا كويال؟ يعني دروف مو ابني، دروف ابن رودرا، وكويال كويال بنت مو صبي. أمي لا تنسي ابن رودرا بيضل كمان من هالعيلة، وهو كمان حامل اسم العيلة مثلنا. بعدين شو يعني إذا كويال بنت؟ شو بطلت حفيدتك؟ شبنا أمي، ليش حابة تتشائمي بس؟ ليكي ماما، هالقصة سكرية ملينا منها. ميتالين جرحت كتير بسببك، لهيك تركيها بحالة. بترجاكي بقى. أمي
يلا خبريني لشوف كيف كانت ليلتك مبارح. على فكرة كنتي كتير طلعة حلوة، أنا متأكدة أنه مبارح أخذك على مكان كتير حلو. معبد. شو؟ عمعبد؟ منشان شو؟ قصدي بعرف أنه بالمعبد الواحد بيشكر نعمة القدير عليه، بس بعيد زواجكم. بس نحن هني كل تقينا لأول مرة، وحتى كنا مع أهلينا. مو معقول، قصدي قديش فكرة حلوة؟ أنت عن جد مبدعة. إيشو اختراع؟ أنا مبسوطة وجاية على بالي إليك شكرا. أوف خلاص بترجاكي بلا هالحركات. بالمناسبة أنتوا ليه ما بتفكروا تتبنوا ولد؟ شو قصدك؟ قصدي واضح كتير. ماني شايفة أي داعي لهالشي، عنا هون ولدين وأنا عم ضل مشغولة فيهم كل الوقت، فلشو هالشي؟ بس أنا قصدي بابا الدواء كتير طعمته بشعة وبدي روح على المدرسة كمان، بقى مليت من القعدة هون. دروف عم هلا حبيبي، مو شايف حالك؟ مليت من البيت، بدي روح على المدرسة بقى وشوف رفقاتي كمان. عمتي قولي له لبابا خليني روح على المدرسة. دروف لا أختي لا تردي عليه، هالولد صاير أزعر وعم يتدلل كتير. لا تعصب. أنا عمتي بدياني روح على المدرسة. دروف تمثال، أنت هلأ صرت تمثال ماشي؟ رودرا إذا دروف حابب يروح على المدرسة خليه يروح، وإذا ما بده الدواء لا تخليه ياخده، مو قصة. وبخصوص مشوار الحديقة منروح أنا وكويال لحالنا، مزبوط؟ مشوار؟ إيه؟ منروح على الحديقة ومنلعب بالألعاب اللي فيها ومناكل شوكولا تشيبس وساندويش، وبالآخير ناكل بوزة. ايه بس دروف ما رح يقدر يجي معنا، لأنه لحتى يقدر يجي لازم يخلص الدواء، بس هو بده يروح على المدرسة. ايه وإذا راح على المدرسة وما أخذ الدواء ساعتها هي لا تغشها. شوفي عندك شي تقوله؟ تحرك يا تمثال. بابا يلا بسرعة أعطيني كل الدواء. شكراً لك. انتباه انتباه، عندي أخبار عاجلة. شو طمنيني لتكوني قررتي تتركي هالبيت وتريحينا؟ لا حماتي، يعني أنا إذا تركت هالبيت مين بصير بسليكي؟ وبعدين هيك ما عاد فيكي تشوفي حفيدتك حبيبة قلبك. هي يلا خبرينا شو هي الأخبار العاجلة. الأخبار العاجلة هي أني قررت أشترك بمسابقة المخلل أنا كمان، ومشان أربح بهاي المسابقة اخترعت خلطة خاصة فيني. إيه روقي لا تتحمسي، أنا كمان بهالمسابقة، فهمتي؟ عن جد؟ على فكرة عن جد زعلتيني من قلبي يا حماتي، شو بدي أعمل؟ بطلنا نشارك. بس انسوا هالحكي، المهم هلأ انه المخلل تبعي صار جاهز وأخيراً. شو رأيكم؟ بتحبوا تدوقوا شوي؟ مشان تشوفوا الطعمة. شو رأيك ميتالي؟ تحبي تجربي؟ يلا دوقي. ايه ليش لا؟ طالع كتير طيب شتابدي، عن جد بجنن، ما دقت مثل هيك. حماتي بتحبي تدوقي؟
حماتي جربي واعطيني رأيك. عادي ما في شي مميز. نعم عن جد طيب، لازم أعرف شو عملت للطلع هيك. ما بيكون اسمي مهيني إذا بخليها تربح. العمى شو هالطعمة؟ أوه عم أهلك حماتي، أكيد مخللاتك أطيب بكتير، بس أنا مخللاتي لسه بدهم شغل. ماشي بخبرك بس يجهز. سلام. سحميرة ضل بس انتي ما دقتي وما عطيتيني رأيك. يا ويلي اخترقت اخترقت، افتح الباب. ديري بالك فيه بهار. شو؟ بابا يعني كيف اختفى روهيت؟ طيب بابا في شغلة بدي قلك ياها. أنا خلص بتصل فيك بعدين وبقلك ياها. ماشي باي. يعني شو كنتي متوقعة غير هيك؟ بعد ما شاف هاي الرسالة تبع الفيديو طبيعي يعصب. طيب بسيطة بس لازم تنحل القصة، وأكيد بهالكم يوم لازم تنحل القصة. هات لشوف اللي دروف بخير؟ ايه وهلأ نام. طيب انت حطيت جنبه مخدات منشان ما يقع على الأرض؟ أكيد انت أبوه. سؤال غبي، بدك شي؟ أوكي تصبح على خير. لما بتكوني قاعدة مع الأولاد بحسك إنه بنت صغيرة، ما بعرف كيف بحس إنه أنت مهضومة، تفهمي براءتهم وهي صفتك الثانية، والصفة الثالثة إنك بتحبي تساعدي العالم حتى لو ما بتعرفيهم، حتى لو ما بتعرفي اسمهم وعمرهم، فما بيهمك إلا تساعديهم. ممتاز. طيب وأنا حليتها بما أنه طلبت منك ثلاث صفات. ماشي أنا مسامحتك. صباح خير. والرابعة إنك شجاعة وقوية. إذا كان قصدك القصة تبع الخطف، تعرف أنا كنت عم مثل بس. إيه ممكن، بس أنت بنت شجاعة. لو ما كنت كتير شجاعة فعلاً كيف رح أقدر أتجرأ وأقول لك الصفة الخامسة؟ أنت إنسانة طيبة كتير وبتحكي كل شي بقلبك بعفوية، وبنفس الوقت محترمة وما بتزعجي اللي قبالك. أنا عرفت شو قصدك تقول. طلبت منك ثلاث صفات وأنت هلأ قلت لي أكتر من هيك منشان ما تضطر تعتذر بالمستقبل، صح؟ بس أنا آسفة أستاذ، هالحكي ما بينفع هلأ. شو ما كان الوضع والظرف، أنت بتلاقي دائماً طريقة لحتى تضلي بنت متفائلة لأبعد الحدود، وكأنك ما بتعرفي كيف تعصبي. بتعرفي ليش؟ لأنك عن جد طيبة.
أنا طلبت 3 صفات منك. 3 ما بيكفوا لوصفك ميرا. استنى لحظة. صحيح أنا بعرف عنك كتير شغلات لهلأ، تقريبا كل شي، بس فاجأتني هلأ بلطفك. طيب إذا بدك بغير. تصبح خير. وأنت بخير. شو عم تساوي هون؟ انت منيحة ما؟ ايه؟ مفاجأة. انت الحارس الشخصي صح؟ لا روهيت، هو رودرا. اكيد حبيبي، انا بعرفه، رودرا براتاب رانوات. فرصة سعيدة يا أستاذ. روهيت، أنت شو جابك لهون؟ شو؟ مانك مبسوطة بشوفتي؟ هيك هي، مجنونة وبتحكي كل الوقت. كيف أحسن تتحملها؟ صار وتحملتها. روهيت، عن جد شو جابك فجأة لهون؟ صراحة في شغلة كتير مهمة ولازم نتناقش فيها نحن الاثنين، بس ولازم نكون لحنا طبعا. ايه يلا تفضل لنحكي. انا مبسوط كتير بشوفتك، كتير مبسوط. روهيت، أكيد هلأ بتكون جوعان، رح جيب لك شوية فواكه. إيه؟ لا ما في داعي. وكالة التغذية. لحظة. ألو؟ بصراحة أنا ما فيني أحكي هلأ، فينا نأجل الموضوع لبكرة؟ أوكي، شكراً كتير. مين هاد؟ قولي لي مين هاد؟ أنت مخباية شي مو؟ يلا لا شوف احكي. لا روهيت، خلص انا بحكي لك كل شيء بعد شوي.
آسف. أنا آسفة. أنا اللي آسف كتير لأني إجيت لهون بدون ما أرد لك خبر. بس لحظة، أنت ليش قلتي إنك آسفة؟ أنت بتعرف ليش رايح؟ أنت ليه التوتر؟ قولي لي ميرا شو صاير معك؟ أنت متغيرة كتير علي. صراحة تغيرت كتير شغلات، صارت شغلات كتيرة وما قدرت إني أقول لك إياها برسالة فيديو. رسالة فيديو؟ أي وحدة؟ تذكرت اللي حكيتي لي فيها إنه حبيتي أودايبور، مو هيك حبيبتي؟ لا أروهيت، الرسالة اللي بعدها. لحظة شوي، يعني أنت ما شفت رسالة الفيديو تبعي؟ قولي لي أي وحدة منهم؟ ما وصلني شي منك بالمرة. روهيت، بعرف شو اللي عم بيصير. لا حبيبي، هذا أنا. بابا كأنك زعلان. لا أبدا، ما في شيء. طيب حبيبي بابا، رح نام. شوفي ميرا، أبي حكاني من يومين بنفس الطريقة اللي عم تحكي فيها، سألني إذا كان بدي أتزوجك لسه. طبعاً قلت له الجواب سهل كتير، ميرا كانت أعز رفيقة عندي، وشوفي أحسن من إنه الواحد يتجوز أعز رفيقة كانت عنده وتصير هي كل حياته. تعرفي شو حكالي؟ مو لازم بالأول تحبها من كل قلبك قبل ما تفكروا تتجوزوا يا ابني، خصوصي إنه شباب هالأيام بيآمن بالعلاقات الغرامية أكتر من جيلنا. وقال لي بتكفي الصداقة. بتعرفي شو عملت؟ عارضته وتخانقت معه خناقة كتير كبيرة، وقلت له إنه رح نطور هاي العلاقة العادية لعلاقة زواج أبدية، ضروري الاثنين يعني بدهم يتجوزوا ويكونوا عايشين قصة حب طويلة قبل الزواج. على كل، بعد هالخناقة هدينا نحن الاثنين وإجت أمي. أكيد أمك هي اللي هددتكم، ما هيك؟ أكيد. بالأخير قلت لهم بكل صراحة، صحيح إنه ما في بقصتنا حب ورومانسية وشغف، بس هذا الشيء ما بيعني أبداً إنه قصتنا مانا مميزة. بالنهاية أنا متأكد إنه مو كل الشباب تجوزوا من صبايا كانوا يحبوهم من وقت ما كانوا بالحضانة. تتذكري لما ضربتيني بسندويشة دبس البندورة؟ كنت عم تضحك وأنا عم أبكي، وبعدها مرضت بالحصبة بسببك. عفواً شو؟ لا، كان الموضوع بالعكس. طيب مثل ما بدك. شوفي ميرا، صحيح قصتنا ما بتشبه قصة روميو وجولييت، بس قصتنا مميزة، والزواج بين اثنين هو التزام مدى الحياة. شوفي إحصائيات حالات الطلاق، أغلب حالات الطلاق كان الحب سببها. طلعي حواليك، كتير من رفقاتنا عم يتطلقوا رغم الحب يلي كان بيجمعهم، مثل فيكرام وناتاشا، كانت قصة حبهم معروفة بالجامعة، وعندهم بالبيت 6 زينات ورد أحمر من ورا الفالنتاين. بمبنى إمباير ستيت نزل على ركبه مشان يتقدم له، وكان لابس بإيده وقتها خاتم ألماس. شو رجع صار؟ بكل بساطة اتطلقوا. مشان هيك قلت له لأبي إنه كل هذا الحب والشغف والعهد تبع الحياة والموت سوا، هالشي ما منشوفوه غير بالأفلام، بس بالواقع هالحكي مو واقعي. الواقعي هو الصداقة، وهي الوحيدة اللي مفعولة بضل كل العمر. كترت حكي أنا، بس يلي بيهمني بهالحياة هي ميرا. أنا قصدي أقول إني ماني خايف من الزواج والالتزام،
بالعكس تماما، أنا مرتاح لأنه نحن كبرنا سوا، وأنا بتمنى أنه نكبر سوا أنا وياكي. ما هيك بحس كأني مع عائلة. شفتي؟ ما حدا بالعالم كله بيفهمني قدك يا ميرا، وهاد هو الحب الحقيقي. انتي صرتي جزء مني، نص التاني، نحن منكمل بعض مزبوط؟ لهيك بقلك التفاهم عندي أهم بمئة مرة من الحب، بيعيش أكثر منه بكتير. صلصة وكركم بهذا المخلل وبالتاني كمان، معناتها شو ناقصه لسه؟ لشوف التاني. مهيني، الساعة صارت تنتين وانتي لساتك ملتهية بقطرميز المخلل تبعك. أنا لازم أغلب شتابدي بأي تمن كان، مو لازم يكون المخلل تبعها أحسن وأطيب من المخلل تبعي. أكيد هالكهينة بتكون حاطت له شي خلطة سرية، وهذا اللي لازم تعرفه موهيني. وأنت ليش شاغلة بالك؟ مو المهم مين بيفوز، المهم الجائزة توصل على البيت. لا، ما كانت بتعرف شي عن تطبيق المخلل وقت إجت على البيت، أنا اللي علمتك كل شي. لك هاي كيف بتصير أحسن مني؟ مستحيل، ما بيصير. خد دوق هاد. ضروري هلأ. إيه هلأ. طيب طيب دوق هاد. لازم يعني؟ ايه. طيبين مثل القرد، ما ميز شي بنوب. اذا طلبت مني القرد دوق فلازم نفذ، حتى لو كنت بعرف. شو؟ انا عم تقلي قردي؟ انا؟ يعني اذا انا قرد فكيف رح تكوني انت بني آدمة لحالك؟ يلا يلا قومي دوق هاد. هذا أطيب واحد فيه، هذا أطيب من اللي طعمتنا يا شتابدي الصبح. لك انت شو عم تقول؟ هذا أحسن مخلل؟ هاد؟ هذا نفسه المخلل يلي جابته شتابدي الصباح. رح نام. حبيبتي شوفي مين عم يدق. رح شوف. رودرا؟ خير شوفي؟ أنا بعرف إنه الوقت تأخر بس في شي مهم بصراحة. كل غرف البيت مليانة، فكنت جاي أسألك إذا فيني نام هون بالغرفة وميرا بتنام عند الدروف. ميرا غرفة دروف؟ مين هاد دروف؟ هذا ابني. أوه، ولد صغير. سمعت اسم شاب، قلت يعني مو معقولة إنك تقترح علي إنه ميرا تنام بغرفة شاب غريب. ما في داعي لهالشي، أنا وميرا رح ننام بهالغرفة، هيك بنرتاح أكتر، ولا شو رأيك؟ قصدي من هذا الحكي إنه بهالبيت عيلتي ساكنة وما رح يتقبلوا هذا الشي، باعتبار إنه لسه ما تزوجتوا. فهمت، عادات الهنود وتقاليدهم وإلى آخره. بس روهيت خلص ما علي، أنا بنام بغرفة الدروف. بس ليش؟ إذا هالبيت في شوية قواعد وتقاليد قديمة فنحن لازم نحترمها. أنا موافقة.
دروف بغرفته؟ أنا تركت أدويته موجودين على الطاولة جنب تخته. تصبحي على خير. وأنت بخير. مستحيل يتم الزواج إذا ما كان في حب متبادل، والحب ما بيصير غير مرة. هي اللي باللوحة، المرأة اللي فيها هي أكثر مرأة بحبها، وهي مو أنتي، مو أنتي يا ميرا ميهرة، لأنها مرتي اللي ماتت بارون. حتى لو انولدتي 100 مرة بنفس الوش ما رح تقدري تقارني حالك فيها. اللي شو رأيك بهالصورة يا رودرا؟ آسف، بعرف إنه مو من حقي شوفها. شو؟ ما عجبتك؟ كل شي بدي إياه بهالدنيا عم بيتحقق وعم يزبط شوي شوي. على فكرة قريت بالإنترنت إنه درجات الحرارة عالية هون، بس حاسس إنه الطقس بارد. هذا لأنه المنطقة هون صحراوية، النهار غير الليل، بالنهار شوب وبالليل بيكون برد. أنا أول مرة بجي لهون وكتير متحمس. يا ترى في ركوب جمال هون؟ ميرا بتحب المغامرات، لهيك حابب جرب ركوب الجمال معها، رح ننبسط. وكمان زور القصور ونعمل نزهة طويلة حوالين البحيرة اللي هون، أكيد في أماكن سياحية حلوة كتير هون. وأنت ما رح تكون الحارس بس، رح تكون دليلنا السياحي كمان، لهيك جهز حالك. كأنك ما بتحكي بنوب. ماشي، مو مشكلة، أنا بحكي. أنا بحب الحكي كتير حتى وأنا ونايم، ما بدي غير واحد يسمعني ويتحمل كلامي. تصبح على خير. هاي صورة مرتي يلي بحبها كتير. هاي مانا صورة عنك يا ميرا مهرة، لأنه هاي مرتي يلي ما بنساها بارو. ولو شو ما عملتي حتى لو بتشبهيها ما راح تكوني مثلها أبدا. بارو لساتها عايشة بكل هالمكان هون؟
لساتها لهلأ عايشة بقلبه، لهيك ما رح يقدر يحبني لإلي، أساساً ما رح يحبني لأنه هو بكل حياته ما حب غير إنسانة وحدة هي مرته. فارو بس كل هالحب والشغف والعهد تبع الحياة والموت سوا، هالشي ما منشوفه غير بالأفلام. هالحكي مو واقعي، الواقعي هو الصداقة. يعني رهيت معه حق، عن جد ما في شيء اسمه حب. الواقع إنه زوج المستقبل لازم يكون قريب منا ويفهمنا، لهيك أنا لازم أتزوج ولا روهيت. بابا لساتك نايم؟ ميرا؟ دروف 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 دروف. شوفي ما بعرف وينه. واو، ميرا نايمة جنبك على تخت دروف مثل ما كانت أمك تعمل. ماما شوفي حتى صايرة عم تتصرف كأنها أمي. ايه طيب، أنا لازم روح افطر ولحق المدرسة. يلا باي باي. وكالة التبني. ألو، أنا آسفة نسيت أرجع أتصل فيكم مرة تانية. أنسة ميرا، أنا اتصلت فيك مبارح لأخبرك بس إنه الأوراق صارت جاهزة وكاملة هلأ، وهنن هلأ معي وأنا قريب من البيت. لا 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 لا، أوها تجي على البيت. ليش؟ أنت خليك برا وأنا هلأ بجي لعندك. ماشي؟ طيب بانتظارك، لا تطولي. ماشي، يسلم. ليك بعتذر منك لأني خليتك عم تستنى عند البوابة بصراحة. أنسى، ما في داعي تعتذري أبدا، هاي الأوراق المطلوبة. وقت بتحسي حالك جاهزة أنت بس خبرينا ونحن رح نكون موجودين بالإذن. شكرا. بلشي أكل وما بتلاقيهم غير إجوا. رودرا، هي مشان الظروف. شبك؟ كأنك مو نايم؟ باينتك تعبان. صباح الخير ميرا، كيفك؟ صباح النور. صباح الخير، يلا فطورك جاهز. ميرا كأنك تعبانة. لأنه صراحة ما نمت منيح مبارح. نسيت إنك بتحبي تشربي عصير الصبح، رح جيب لك يا عادي. يا هالنسوة، نسيت فطور الظروف؟ أنا رايحة أجيب له تفاحة. ما في داعي، بعتذر لأنه نزعت لك نومتك. شو؟ أنتي كنتي حابة تنامي معه بالغرفة وأنا بعدتك. شو؟
البودرة؟ استنى، أنت شو مشكلتك معي؟ ولا شيء. معقول تكون فكر إنه أنا وروهيت رح ننام نفس الغرفة؟ إيه، وليش لا يعني؟ شو اللي بخليك تفكر فيني بهالطريقة؟ ليش لكان ما إجاكي نوم؟ لأني ما قدرت نام، شو فيني أعمل يعني؟ ما إجاني نوم. طيب ليش؟ لأنه أنا كنت نايمة بغرفتك أنت وعلى تختك أنت و... صباح الخير شباب. ليش عم تتخانوا؟ شو صاير معكم؟ أنت منيح؟ آه. يلا تعال معي، بدي أعرفك على كل الموجودين هون. أوف أوف، مين هذا تعيس الحظ يلي عم يعطس من الصبح يا جماعة؟ بعرفكن، هذا روحي. صباح الخير. وهو بيكون خطيبي. أوه، تشرفنا. قلنا إمتى وصلت؟ من لبسه البيجامة مبين إنه كاين نايم هون. ما ها؟ بس ما عندنا غرف ولا جنب غرفتك ولا غرفتنا. وين كان نايم لكان؟ شو يا ميرا أحكي؟ شو قليلنا؟ ميرا، بعرف إنك كنتي عايشة برا وعاداتك غير عاداتنا، ونحن بمجتمعنا ما بيصير إنه شاب غريب ينام. لا، أنا ما في حدا نام معي بالغرفة. صحيح إنه روهيت نام بغرفتي مبارح بالليل بس مع رودرا، وأنا نمت بغرفة دروف. روهيت، بعرفك السيد سمرات. مرحبا. وهون السيد تنفير. تشرفت بمعرفتك. وبنت حماية ست ميتالي. تشرفنا. شو قلتي؟ عيدي؟ كأنك قلتي إنه بنت حماكي؟ يعني بتكون أخت زوجك ولا أنا ما فهمت؟ لك شو رأيك هلأ تقعد وتفطر وبعدين بتشرح لك هاي العلاقة بعدين؟ لأنه هاي قصة طويلة كتير. شو أنت مرضان؟ من وين إجانا هذا كمان؟ روهيت، ظن أنه أنت تحسست من شي، لهيك عم تعطس كتير. ايه، هيك الظاهر. لا لا لا، شكراً، أنا بدي أكل حبوب. شفتوا؟ حتى يلي عايشين برا بيشوفوا كتير المسلسلات الهندية. ايه بس حضرتك ما قلتلي اي مسلسل بتحب تتابع تبع الحماية يلي ضربت كنتها؟ لا مو هيك بصراحة، روهيت قصده الحبوب يلي بتتاكل. روهيت، كل من هالطبقة هذا اليوم بس، وبكرة انا رح اجيب لك حبوب. تعرفي انه انا ما فيني اكل هالاكل، جسمي فوراً بيتحسس. وقف الحمية. وعلى كل حال معك وقت لسه، في لسه 10 أيام قبل عرسنا وفيك تحسن جسمك فيه. 10؟ ايه؟ لأنه أنا قررت إنه يكون زواجنا بعد 10 أيام من هلأ، وما في أي داعي للتأخير، أنا هيك رأيي. شو رأيك؟ أنا بجيبه. عم تقليلي 10 أيام؟
هالحكي معقول؟ عم تمزحي مو هيك؟ لا روهيت، عم بحكي عن جد. قصدي مو انت اللي بدك علاقتنا تاخد منحة تانية اكتر جدية؟ مو بدك ياني يكون معك على طول؟ جاوبني. بس انت بتعرفي انه اهلي يا ميرا رح يكونوا متضايقين بهالحالة، على القليل نخبرهم. على كل حال مو مشكلة، اسمعني كتير منيح، انا ما بدي عرس كبير مثل باقي البنات، أنا بس بدي عائلة، وأهم شي بهالموضوع هاد إنه أنا وأنت رح نكون عايشين مع بعضنا لآخر العمر. لهيك القصة ما بدها كلها تعقيد. خلص ماشي، ساوي اللي بدك إياه. كرمالك أنا موافق على كل شي. حبيباتي بكفي بس، يعني نحن هون. اوه حماتي، هدول ترباية برا وهذا الشيء كتير عادي مو هيك؟ انا صار لازم ارتاح شوي. عن إذنكم يا جماعة بعتذر منكم لأنه ما صار وخبرتكم عن خطيبي روهيت قبل. بصراحة ما كنت عارفانة أنه جاية لهون مبارح. وعلى كل حال كل شي بقيان لي هو شغلة 10 أيام، بطلب منكم تتحملوني. وكلكم ذوق بالمناسبة. بالإذن. كيف هيك صار؟ قلتي إنك خبرتيه بكل شيء. صحيح، بس روهيت ما استلم الرسالة المصورة مني. وبعدين صدقيني أنا مصدقتك، بس مو معقول يعني يا ميرا تتجوزي على حساب سعادتك. صدقيني مو هيك القصة أختي، أنا فكرت كتير بعلاقتنا هي وكنت كتير متحمسة للزواج حتى من قبل كم يوم من هلأ، بس هو كان أعز أصدقائي. بس وقت اللي إجيت لهون ومشان أخي رودرا رح تنسي يعني؟ قلتلك أختي رودرا كمان هو ما عم يقدر ينسى مرته بالمرة، بس هو رح يضل دائما بقلبي. أنا لازم أعمل هيك مشان روهيت، لأنه كان معه حق. حتى لو ما كنا منحب بعضنا، بس صدقيني زواجنا بهي الطريقة هو الصح. عم تقولي هالشي بعد ما فكرتي بعقلك منيح؟ طيب وقلبك شو عم يقول؟ بتصدقي إذا قلت لك أختي إنه قلبي مكسور؟ بس ما عليه، مو مشكلة، يعني بالحياة الواقعية نحن مو كل شي منحبه فينا نحصل عليه مو هيك؟ ما حدا بيعرف هالشي قدي أنا بالذات. هي هي الدنيا.
ما خبرتيني شو رأيك بتبني ولد من الميتم؟ ايه؟ ومع الوقت ما رح تحسي انه هالولد ابن وحدة تانية غير؟ لا يا ميرا لا، مو هيك القصة، انا ما بفكر بهالطريقة صدقيني. بعدين شو ذنبه اذا اهله تخلوا عنه؟ هذا كله مكتوب ومقدر عليه مثل مو انه قدري ما اكون ام. بس حماتي ما انا رضيانة اتبنى لهالسبب هاد، ماني حابة انه ربي ولد ما يكونوا العيلة هون عم يتقبلوا ويحس بهالشي، لانه العيلة حيصيروا يعيروا بهالشي كل عمره. مشان هيك تخليت عن هالفكرة، وما في اي سبب تاني غير هاد. ميرا وينك انتي؟ دروف؟ دروف؟ شو صاير؟ دروف؟ شو صار له؟ ليش عم تبكي؟ ها؟ حبيبي شباب شوفي دروف؟ وين كنتي؟ كنت مفكرك معه. كنت عم بحكي مع شو فيك وياه؟ خبريني شو صار؟ قلي شباك دروف؟ تركيني ما بدي أحكي معك. صحيح بدك تتركيني وتروحي؟ ليش؟ قلت له أنك رح تتزوج. أنت وهداك الزلمة يلي كان قاعد معنا. تتركيني وتروحي؟ انتي امي مو هيك؟ ليش بدك تخليني ارجع اعيش لحالي؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.